اللي قاعدة تصير أزمات غير عادية، يعني فقدان متتالي ومتلاحق في فترة زمنية لمواد غذائية أساسية، صعود صاروخي في الأسعار، ثم تليه ندخل في أزمة من نوع آخر. يعني وكلها الهدف من وراها هو تأليب الناس، أو يعني تجويع الناس أو تأليب الناس على المنظومة السياسية القائمة. هذا اللي قاعد يقول فيه رئيس الجمهورية ويستمع إليه ويلقى أذان صاغية للكلام هذا. وين يلقى؟ يعني أي نعرف معناها 90% قالوا غير معنيين بالخطاب. غير معنيين ما قلتش أنا مع المعارضة، قلنا غير معنيين بالمسار كامل. خليني يكفي أنك تعمل مسح نتاع سويعة ولا سويعتين على شبكة التواصل الاجتماعي، هذه ماكينات نعرفوها، فيها ماكينات وماكينات، توا هكا الفيسبوك ويعطي، هو يعطي الرأي العام، توجه الرأي العام، هو الناس كلها اليوم في حيرة. توا المستوى اللي فيه الفيسبوك بتاعنا يدق ناقوس الخطر على الوضعية وتردي الاخلاق والقيم، أزمة اخلاق وقيم في البلاد، يولي هذاك نقيسوا به الوضع بالارقام بالارقام بالسب. ولكن شفنا يوم 14 جانفي شهاده من الشعب التونسي في موقفه من هذه القوى، قوى الرده من جهه اخرى تحب ترجعنا من جهه قبل 25 من جهه اخرى. رئيس الجمهوريه يقول مازالي يتمتع بشعبيه يا سيدي، وخطابه يلقى رواج. اسمعني نحكي لك هذه التاز الاخرى، نعطيك لونتيتاز انا اللي مقابلتها. كي يولي الواحد يخفق في اداره الشان العام وفي اداره الاقتصاد وما يفهموش، يدورها مؤامره بربي. يا اخي المعارضه والمتامرين هما اللي عندهم ديوان التجاره، المواد الاساسيه اللي تحتكرها الدوله اليوم مفقوده. فسر لي عليه، شكون اللي يحتكر فيه؟ هو يكرر ديما يقول لك راهو فما لوبيات متنفذه تونس هي اللي تاثر في مسائل التوزيع. الاقتصاد راهو ارقام وعلم. تونس دولة عالية المخاطر، ما عادش يتعاملوا معها الا بالحاضر، ويلزم عندك في رصيدك عملة صعبة، ما عادش عندنا. احنا خطر قدامنا في الايام القادمه، انا ما عادش عندنا امكانيه لتوريد المحروقات والادويه والمواد الاساسيه. خرج البارح الترتيب للدول العربيه، لبنان الاخرى واحنا قبلها. اذا كان هذا ما نفيقوش بيه ونقعدوا نفسروا في الوضع على انه مؤامره لتأليب الناس، اللي يقلب الناس اللي يمشي للخضار والعطار ورمضان جاي. نتفاعلوا معك عصام الشابعي. لا زيت لا حليب لا ماء لا دواء لا خدمه، هذا اللي يقلب. عالجوا القضيه هذه واخطاكم من المعارضه واللي خانها راح تقول مسعوره. رانا اما نتعطاو بعقلانيه، يلا عنا ضيف ثاني، يلا ما نحتكرش كذا، نتعطاو بعقلانيه. المفروض في عوض ينظم السيد الرئيس هذه المحاكمات او يدعو لها في البيان نتاعو، او كان يجمع حوله خيره الخبرات الاقتصاديه والماليه في البلاد، يتعامل مع مبادره الاتحاد مش بالهجوم على الاتحاد والعمل النقابي، يتعامل مع الاحزاب، يسمع الناس. شكرا لعصام شابي، عندنا امكانيه، عصام شابي يلا فضلك، عندنا كفاءات وخبرات. نخليو هذا الكل ونمشيو لزوار الفجر بالستة نتاع الصباح، وناس موقوفة وما نعرفوش عليه، وهذه قضية عصام شابي يلا وضعنا الاقتصادي يلا من فضلك. أنا مهنتي